هنبدأ يا جماعة بسم الله الكلمات من الأول تاني. هتقول ورايا خلاص. يونت 1 staying healthy lesson 1 and 2. نبدأ بالكي فوكال. سي سي بي ار الاختصار للكارديو بالمري ريسوسيتيشن. انفكشن perform react severe technique allow area awake bacteria bleed breathing cold chest disease else emergency services first aid flat immediately injury instructions look normal. Place. Press. Rise. Sign. Skill. Service. Ambulance. Athlete. Athletic. Base. Bone. Championship. Chick. Collaboration. Competition. Damage. Detail. Educate. Examination. Executive Director. اكسبيرت. قلنا ده لحد هنا كده هناخدهم حفظ ان شاء الله وهنسمعهم الحصه الايه؟ الحصه اللي جايه. دلوقتي هننتقل كده للجزء الخاص بالجرامر في الوحده. جرامر الوحده الاولى بتتكلم عن البريزنت اند باست نيسيسيتي اند لاك اوف نيسيسيتي. يعني ايه بالعربي؟ الضروره والالزام في المضارع والماضي وعدم الضروره والالزام في المضارع والماضي. بمعنى ايه؟ لو انا عندي مثلا القلم فين؟ لو انا عندي مثلا نقسم كده السبوره بتاعتنا لثلاث اقسام. ثلاث ازمنه. نخلي ده المضارع وده الماضي ويخلينا نقول ده الايه؟ المستقبل. لو انا عندي في المضارع مثلا ممكن اقول I have or I will have A test tomorrow. أنا عندي اختبار إيه؟ غدا. خلاص؟ I أو it will be necessary. يعني إيه necessary؟ ضروري. To revise my lessons. هنا أنا عبرت عن إيه؟ عبرت عن ضرورة. ايه الضرورة اللي في الجملة؟ ان انا اراجع ايه؟ دروسي. My lessons. I will have a test tomorrow. عندي امتحان بكرة. It will be necessary to revise my lessons. في طريقة اخرى للتعبير عن الضرورة بس بخلاف الطريقة دي. تعرفي؟ هقول I have to revise my lessons. يعني have to. يعني have to. يجب أن. يجب أن. هذه طريقة. ممكن أقول إيه كمان؟ يعني ممكن أقول I have to وبعدين أكمل revise. I have to revise my lessons. ممكن أقول إيه كمان؟ I need to revise my lessons. إيه كمان؟ I must revise my lessons. ايه كمان؟ have to need to must. ايه كمان؟ I have got. شو بتعبر عن النصيحة؟ I have got to revise my lessons. ممكن اقول I have to revise, I need to revise, I must revise, I have got to revise. كم واحدة؟ أربعة. Have to, need to, must, have got to. أربع طرق للتعبير عن النسيسيتي أو الضرورة والإلزام في المضارع. خلاص؟ بدل إيه؟ بدل it is necessary. مش will be هتبقى في المستقبل. بدل it is necessary إنه لضروري to revise my
lessons. It is necessary to revise my إيه؟ my lesson. نيجي للماضي. لو أنا خليت المثال كده. I had كان عندي a test كان عندي امتحان yesterday. أو last last Thursday. Last إيه؟ Thursday. يوم الخميس اللي فات كان عندي إيه؟ امتحان. خلاص احنا في الماضي. It was necessary to revise my lessons. كان ضروري ان انا اذاكر ايه او اراجع ايه. انا هنا بعبر عن ضرورة فين؟ في الماضي. كان عندي امتحان الخميس اللي فات وكان ضروري ان انا اراجع دروسي. ممكن اشيل it was necessary واستبدلها بايه؟ ممتاز. يعني I had to. I had to revise. لا مش يجب أن. المضارع بتاعه have to. يجب أن. يبقى had to كان يجب أن. كان يجب. I had to revise my lessons. إيه كمان؟ I had to. ما تنفعش. في المضارع بس. ملهاش مرة. خلاص؟ ايه كمان؟ I needed to. I needed ها؟ لا مصر ملهاش ماضي. يبقى انا في الماضي عندي حاجتين. I had to revise. I had to revise. خلاص؟ و I needed to. التوبيش احنا لسه في اول اليوم. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي في المضارع عندي اربع بدائل لIt is necessary. اللي هم I have to, I need to, I must. ما فيش to بيجي بعدها المصدر على طول. و I have got to برضو كلهم بيجي بعدهم المصدر وكلهم بيعبروا عن الضرورة والإلزام فين؟ في المضارع. نيجي للماضي. It was طبعا ماضي. يعني هنا قلت it is مضارع. It is, هنا it was necessary. ممكن أشيل it was necessary to أو I had to revise أو I needed to revise. نيجي بقى للمستقبل. لما أقول مثلا in 2050 في 2050 ده في المستقبل. ممكن أقول مثلا there will be about 200 million people in Egypt. هيكون في حوالي 2 مليون فين؟ في مصر. It will be necessary. حتى دي مش هتاخد. It will be necessary for the government to build more houses for youth. سوف يكون ضروري بالنسبة للحكومة انها تبني منازل اكتر للشباب. It will be necessary. بتعبر عن الضرورة والإلزام فين؟ في المستقبل. ممكن اشيلها واحط ايه مكانها؟ هتبقى جملة كده. The government will have to build. Will have to build. أو بنفس الطريقة the government will need to. عندك طريقتين برضه. Will have to أو will need to. للتعبير عن الضرورة والإلزام فين؟ في المستقبل. للتعبير عن الضرورة والإلزام فين؟ في المستقبل. يبقى في المضارع it is necessary. بدلها ممكن احط I have to, I need to, I must, I have got to. have to معناها يجب أن. need to يحتاج إلى. must يجب أن. have got to يجب أن. كلهم بيجي بعديهم المصدر بيعبر عن الضرورة والإلزام فين؟ في المضارع. طيب الماضي it was necessary بيعبر عن ظروف الماضي. اشيلها واحط ايه؟ I had to او I needed to. وبرضه بيجي بعدهم المصدر. طيب المستقبل لما اقول
هيكون في 2 مليون انسان في مصر في 2050. It will be necessary. سوف يكون من الضروري بالنسبة للحكومة انها تبني منازل اكتر للشباب. ممكن اشيل it will be necessary وتبقى the government will have to or will need to. دي معناها سوف يجب ان ودي معناها سوف تحتاج سوف تحتاج الى. طيب ده الشق الايه؟ شق من الدرس. الشق الثاني من الدرس بيشرح الفرق ما بين must وما بين have to. ايه الفرق ما بين must و have to؟ في كذا نقطة ممكن اقارن بين must و بين have to فيهم. تعالوا بيهم نبدأ بيهم نقطة نقطة زي ما موجودين في الكتاب بتاع جيم اللي احنا شغالين بيه. اول نقطة بيقول لك كلاهما يفيد الضرورة، يعني الاثنين بيعبروا عن الضرورة، ولكن ايه الفرق بينهم؟ الفرق في مصدر الضرورة. الفرق في مصدر الضرورة، الضرورة نابعة من مين؟ have to بتعبر عن ضرورة جاية من مصدر خارجي، انما must بتعبر عن ضرورة جاية من مصدر داخلي. الضرورة نابعة مني انا شخصيا. بمعنى ايه؟ لو انا قلت I have to get up early on school days. I have to get up early on school days. طبعا قلنا have to معناها ايه؟ يجب ان. والجملة الثانية I must visit Rami. I must visit Rami on Sunday. أيوه as I promised him. لأني وعدته إن أنا أزوره. إيه الفرق بين must و have to؟ الاثنين معناهم يجب أن. والاثنين بيعبروا عن الضرورة. الفرق إن هنا أنا لازم أصحى بدري لأن دي لوائح محددة غصب عني، أنا لازم أروح بدري الساعة 8 المدرسة، مش بمزاجي، مش أنا الضرورة نابعة مني أنا شخصيا، دي حاجة دي ضرورة غصب عني من الإلزام. إنما هنا أنا اللي ألزمت نفسي، أنا اللي وعدته، مش حد غريب ولا في قواعد ولا لوائح ولا قوانين هو جاي من مصدر خارجي مش بمزاجي. هنا الإجبار، أنا ماليش رأي في القصة، رأيي من عدمه مش هيأثر، رغبتي من عدمها مش هتأثر، الضرورة جاية من مكان خارجي. إنما هنا أنا اللي ألزمت نفسي بنفسي بدون إكراه ولا إجبار من أي مصدر خارجي في الإلزام. خلاص؟ ده الفرق بين مصدر وفتو، ولكن كلاهما بيعبر عن ضرورة الإلزام. كلاهما يعبر، ولكن دي من مصدر خارجي ودي من مصدر داخلي، من جوايا من جوايا. والاثنين معاهم يجب ان، والاثنين بيجي بعدهم الايه؟ المصدر. ده اول، وده الفرق الجوهري بين must وبين have to. اجي بعد كده وانا بقى الفرق الكامل بقى، يعني ده الفرق الجوهري اللي انا ذكرته. طب في حاجات اكتر؟ في حاجات اكتر. اول فرق بينهم زي ما موجود في الكتاب دي لسه متكلمين عنها، اللي هو ضروري المفروض من الخارج وغير المفروض من الايه؟ من الداخل. الشعور الداخلي، الشعور الداخلي زي المثال اللي بيقول these pants don't fit me anymore، البنطلون ده ما عادش يناسبني، خلاص ما عادش يناسبني اكتر من كده. I must lose weight، لازم افقد وزني. هنا في حد فرض عليا من بره؟ هل في لائحه ولا قانون بيقول لا ما فيش لازم اخس؟ انا اللي عايز اخس مني النفس. طب المثال الثاني بيقول my doctor told me I am overweight and الدكتور بيقول لي ان انا خلاص overweight، بقى عندي وزن اكتر من اللازم. I have to go on a diet، لازم اعمل دايت. هنا في حد قال لي وقال لي لازم تمشي على دايت، لان انت لو مش على دايت هتضر نفسك. ده جاي من مصدر ايه؟ خارجي، اللي هو الدكتور هو اللي فرض عليا، مش انا اللي خدت القرار مني لنفسي لما جيت اقيس البنطلون لقيته ضيق عليا. دي فرقه. الفرق الثاني قال لي ان هاز تو ممكن تستخدمها في المضارع والمستقبل زي ما انا كنت عامل هنا كده. استخدمتها في انا اسف، في الماضي والمستقبل، في الماضي والايه؟ والمستقبل. لكن must ما تعرفش تستخدمها غير في المستقبل القريب او المضارع، ما تعرفش تستخدمها في الماضي، ما تعرفش تستخدمها فين. ودي زي رقم 6 اللي موجوده برده في صفحه 23 في كتاب جيم، نفس الفكره. قال لي تستخدم هاف تو للحديث عن الضروره في الماضي، هاف تو اللي هي ماضي، هاف تو اللي هي كان معناها كان يجب ان، لسه قايلينها على السبوره. قال لي لا تستخدم must في الماضي، يعني رقم 2 و6 في الفرق بينهم واحد، بتكلم في فكره واحده، بتكلم في ان هاف تو ممكن تستخدمها في الماضي، لكن must ما تعرفش تستخدمها فين؟ في الماضي.
شوف الأمثلة بيقول لك she has to take two trains and a bus to get to work every day. ده مضارع. I had to visit my uncle yesterday. دي ماضي. I will have to book the ticket tomorrow. دي ايه؟ مستقبل. استخدمها في الماضي والمضارع والمستقبل. اما ماسك في هنا قال لي when you drive you must wear a seat belt. دي ضرورة عامة ودائمة. ما بتعبرش عن ايه؟ عن زمن. دي ما بتعبرش عن زمن. لما تيجي تسوق لازم ان ترتدي السيت بيلت اللي هو حزام الامان. دي مالهاش علاقة بالزمن خالص، لا هي ماضي ولا هي مضارع ولا ايه؟ ولا مش انا بتكلم عن ضرورة دائمة، ضرورة عامة. المثال الثاني passengers must keep their bags with them at all times. الركاب يجب ان يحتفظوا بحقائبهم معهم طول الوقت، برضه بتكلم عن حقيقة ايه؟ دائمة ليس لها علاقة بأي زمن. الفرق الثالث ما بين must وبين have to. قال لي في المستقبل قصدي في حالة النفي وحالة السؤال. الفرق ما بين must وما بين have to في حالة النفي وحالة السؤال. ايه الفرق بينهم؟ انت ممكن تيجي تعمل في حالة السؤال have to زي ما بتعمل اي فعل عادي في زمن المضارع البسيط باستخدام do او does زائد الفاعل زائد المصدر. زي المثال الاولاني does he have to wear a suit to work؟ هل يجب عليها ان يرتدي بدلة عشان يشتغل او عشان الشغل؟ do I have to bring some forms of ID؟ اما must لا تتغير مع كل الضمائر في الجملة الخبرية. يعني عشان اعمل حالة سؤال مع have to و has to بستخدم do مع I و we و you و they وبستخدم does مع he و she و it. حتى كمان have to و has to، انا عندي have to ما تنفعش مع كل الضمائر، عندي have to ما تنفعش مع كل الضمائر. have to مع اربع ضمائر مين عارفهم؟ I و we و you و they ياخدوا have to، لكن has to مع he و she و it. مصر بقى مع ايه؟ مع جميع الضمائر، مع ار وهي وشي وات وي ويو وذي، كله بياخد مصر. لكن هافتو متقسمه شويه، في حاجات بتاخد هافتو وفي حاجات بتاخد هافتو. ده برضه من ضمن الفروق اللي ما بين هافتو ومصر. في حاله النفي نفس الفكره برضه، قال لي انت لما بتيجي تنفي في هافتو عندك دونت هافتو ودازنت هافتو. دونت هافتو مع ار وي ويو وذي، ودازنت هافتو مع هي وشي وإت. لكن مصنت مع كل الضمائر، مع كل الايه؟ الضمائر. الفرق الخامس قال لي تستخدم دونت ودونت هاف تو للشيء غير الضروري ولا الشخص اللي غير اختيار وغير مضطر لفعله. هنا بتكلم بقى عن معنى النفي في دونت هاف تو ودونت هاف تو، ومعنى النفي في مصنت. معنى النفي في مصنت بستخدمه للنفي والمنع والحظر بموجب القوانين او النصيحه القويه. زي ايه؟ نتكلم بس عن مصنت الاول. قال لي when the traffic lights are red، لما تكون اشارات المرور حمراء you mustn't go، يجب الا تمشي، تقف مكان، لان الاشاره لو حمراء لو انت مشيت. مثال ثاني I mustn't drink any more coffee otherwise I won't sleep tonight، يجب الا اشرب قهوه اكتر من كده والا otherwise معناها والا مش هعرف انام دلوقتي. خلاص ده يبقى انا بستخدم mustn't في النفي للمنع والحظر بموجب القواعد والقوانين واللوائح. لكن don't have to معناها ان الشيء غير ضروري، في حاجه غير ضروريه وانا عندي اختيار ممكن اعملها ممكن ما اعملهاش. زي المثال ده he don't have to work on Fridays. واحد مثلا فاتح شغل في مكان شغل يعني شغل خاص يعني، فبقول هو مش مضطر يشتغل يوم الجمعه. So he can do what he wants، يقدر يعمل اللي هو عايزه سواء كان شغل خاص او شغل حكومي. ما فيش حد بيشتغل يوم الجمعه، كل الناس بتاجل صح؟ يبقى هنا ايه؟ شيء غير ضروري ولديه اختيار، ممكن يشتغل يوم الجمعه لو هو حابب وممكن ايه ما يشتغلش، لكنه مش مضطر يشتغل لان يوم ايه؟ يوم اجازه. مثال ثاني you don't have to pay to visit the pyramids in Egypt، مش لازم تدفع عشان تخش الاهرامات في مصر، it's free طبعا للمصريين. خلاص يبقى انت مش مضطر، لكن انت لو معاك فلوس كتير عايز تدفع احنا عادي ادفع. قلنا رقم 6 الفرق بينهم، انما رقم 2 انما رقم ايه؟ 2 ان مصر ملهاش ماضي لكن هاف تو هاستو لها ايه؟ ماضي، ممكن استخدمها فين؟ في الماضي. في هنا ملحوظه كمان في الاخر، قال لي هاف جوت تو هي هاف تو، لكن ما اعرفش استخدمها فين؟ في الماضي زي ما احنا قلنا. قال لي حتى هو هنا جايب امثله I have got to work tomorrow or I have to work tomorrow. When هالا has got to go when هالا when does هالا have to go. هو هنا مستخدمها فين؟ في المضارع بس وفي حاله الاثبات وفي حاله السؤال. عندي هنا تشيك كده عايزين نحل مع بعض. هنبدا نمبر 1 يا حياة answer all the questions you not write your answers in ink. answer all the questions you not your answers in ink
you need, you had to, you didn't have to, you must. You must. You must. صح. You must. خلاص. Number two. Did your brother not pay a fine when the police stopped him? Did your brother had to, have to, must, have to? ممتاز. Number three. Since his car was being repaired, he not go to Alex by train. Has to, didn't have to, had to, must. Didn't have to, غلط. غلط. طب ماشي شوف الزمن. شوف الزمن. غلط برضه. مش انا قلت ما لهاش في الماضي. تعالوا كده نشوف زمن الجمله. بيقول لي since his car was being since هنا معناها ايه يعرف؟ since اول كلمه في الجمله المشهور واللي معظم الطلبه حافظين ان since معناها منذ اللي بتستخدم مع زمن المضارع التاء ولكن since هنا معناها لان عربيته كانت تصلح was being repaired كانت تصلح يبقى الزمن فين؟ في الماضي. انا عاوز ضروره والزام فين؟ في الماضي. الوحيده اللي ماضي في الاختيارات او هنا اثنين ماضي واحده اثبات واحده لف هات تو ودينت هاف تو. لما تكون عربيته تتصلح يبقى هو ايه هيروح بالقطر؟ كان لازم يروح بايه؟ مش كان لازم يروح بالقطر اللي هي قالتها كان لازم يروح يبقى الاجابه هاد تو. نمبر 4 يو هاف ا لوت اوف ورك تومورو يو ويل نوت بي ليت. You have a lot of work tomorrow. You will not be late. Have to be late? دي غدا. Tomorrow في المستقبل. Tomorrow في المستقبل. بيقول له عندك شغل كتير بكرة. ايه؟ انك تروح متأخر يعني. ها؟ مصر. يجب الا تذهب متاخرا لان انت عندك شغل كتير طول اليوم فدي اسمها ايه؟ سترونج ادفايس نصيحه قويه بياكد عليه ان هو ما يروحش متاخر. نمبر 5 يو نوت شو يور باسبورت وين يو فيزيت انذر كانتري. هاف تو. يجب انك تظهر الباسبور بتاعك لما تروح انذر كانتري اي دوله اخرى. يبقى تكمله الدرس هنكمله الحصه الجايه ان شاء الله. لاك اوف نيسيستي عدم الضروره والالزام برضه في المضارع والماضي والايه والمسار. يبقى احنا كده هنتكلم تكمله سريعه نقول الحاجات اللي احنا خدناها هشوف ارد على سؤالك. اتكلمنا عن الضروره والالزام في المضارع والماضي والمستقبل. قلنا في المضارع بستخدم it is necessary وممكن استخدم بدلها have to, have got to, need to وmust. خلاص؟ في الماضي استخدم it was necessary وبحط بدلها had to او needed to. وفي المستقبل it will be necessary وممكن استخدم مكانها I will have to او I will need to. الفروق ما بين must و have to الفرق الجوهري ان must الالزام داخلي نابع مني لكن have to الالزام خارجي. انا ماليش راي في المساله ماليش راي ما عنديش رغبه في القصه. ده الفرق الجوهري. عندي فروق ثانيه. الفرق الاولاني خلاص اللي احنا قلناه. والفرق الثاني ان must ما ينفعش استخدمها في الماضي لكن have to و has to ممكن استخدمها فين؟ في الماضي. حاله النفي عندي وحاله الاثبات كمان وحاله السؤال عندي مع have to في ضمائر بتاخد have to في ضمائر بتاخد has to لكن must في حاله الاثبات والنفي والسؤال مع كله. في فرق كمان هو الفرق في المعنى في حاله النفي بين have don't have to و don't have to و mustn't ان mustn't في النفي معناها نفي بموجب القواعد واللوائح والقوانين او النصيحه القويه لكن دونت هاف تو معناها ان الشيء لم يكن ضروري لكن وعندي اختيار اعمله او ما اعملوش. واخر حاجه ملحوظه قلناها ان هاف جوت تو بتساوي هاف تو. حد عنده اي اسئله؟ اللي هي رقم كام؟ رقم 3. رقم 3 في التشيك بوينت 4 رقم صفحه 23
الجملة بتقول since his car was being repaired بما إن عربيته أو لأن عربيته كانت بتتصلح عند الميكانيكي بيصلحها هي نقط جوته ألس باتري. أولا زمن الجملة إيه؟ خلينا نتفق بس زمن الجملة إيه؟ ماضي. تعالي نوقع إجابات مش هتنفع. أول حاجة مش هتنفع has to لأنها إيه؟ مضارع لأن أنتوا احتجيتوا وقلتوا إن هي بتاخد has. كلامك صح بتاخد has في المضارع مش في الماضي. يبقى كده مش نافعه لانها اصلا مش في زمن الكلام. تاني حاجه must. must ولا ما بنستخدمهاش فين؟ في الماضي. يبقى عندي حاجتين مش ايه؟ مش نافعين. فاضل عندي حاجتين في الماضي had to و didn't have to. واحده اثبات والثانيه نفي. هل المنطق بيقول بما ان عربيته بتتصلح دلوقتي يبقى اضطر يروح بالقطر ولا ما اضطرش يروح بالقطر؟ لان عربيته بايه؟ بتتصلح. لسه فيها حاجه مش واضحه؟ بما ان عربيته كانت بتتصلح اضطر يسافر باي ترين بالقطر. مفيش فيها حاجه. خلاص اي اسئله ثانيه؟ يبقى الحصه اللي جايه ان شاء الله تحفظوا الكلمات اللي خدناها مع بعض دلوقتي وتذاكروا الجزء الخاص بالجرامر ده. هنكمل جزء الجرامر وجزء الكلمات الحصه اللي جايه. Until we meet again, good luck and goodbye. مع السلامه.